يا دكتور محمود، طبعا مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خليني يعني أرحب بحضرتك في البداية. صباح الخير. ويعني ناس كتيرة جدا قلقانة وفي تحذيرات سمعناها، هل الكلام ده مظبوط ولا لا يا دكتور؟ اتفضل. صباح الخير يا أستاذ نهاوند، أهلا بيكي وكل مشجعي النادي الأهلي. طبعا احنا في تقلبات جوية، احنا كلنا مستشعرينها منذ ساعات أولى من الصباح في هواء. نشاط الرياح ده مزود احساسنا شويه بانخفاض درجه الحراره. في نفس الوقت كلنا مستشعرين التراب اللي في الجو، يعني اللي موجود دلوقتي في اي مناطق مكشوفه او مناطق مكشوفه. معلش دكتور محمود انا مستمع حضرتك، معلش يا جماعه علوا الصوت بعد اذنكم. طبعا كل اللي موجود في مناطق مكشوفه او مناطق مسموحه دلوقتي في القاهره الكبرى او محافظات السواحل الشماليه، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طبعا متأثرين كلنا بأتربة ونشاط رياح. طبعا هذه الأتربة مستمرة معانا النهاردة، والأجواء تبدأ تستقر وتتحسن نسبيا بكرة. ممكن بكرة تكون شوائب عالقة بس في الجو، مفيش النشاط الرياح اللي احنا مستشعرينه النهاردة، ولكن طبعا دي فترة طبيعية من التقلبات الجوية في هذا التوقيت من العام، بالإضافة إلى سقوط الأمطار المتوقع اليوم على مناطق بين السواحل الشمالية. كان في أمطار خفيفة في اسكندرية كده في ساعات الفجر، وفرص الأمطار مستمرة النهاردة على السواحل الشمالية ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ، شمال البحيرة وشمال كفر الشيخ، أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، مفيش غزارة لسقوط الأمطار النهاردة بإذن الله. طب طمني، لان يعني موضوع اسكندريه ده عايزه تفاصيل فيه اكتر يا دكتور محمود. يعني قال لك منسوب الميه علي وحاجات زي كده، وفي ناس، لو حضرتك تابعت السوشيال ميديا طبعا الكلام كتير جدا، بس يعني يقول لك مهدده بالغرق وحاجات، يعني طبعا ممكن يكون في مبالغه جدا، بس خلينا نفهم اكتر من حضرتك. هو طبعا مبالغه بشكل كبير جدا جدا. احنا حاله عدم الاستقرار دي او التقلبات الجويه اللي احنا فيها مش عايزها ترتقي لكلمه حاله عدم استقرار كمان، لانها تقلبات جويه طبيعيه في شتاء اسكندريه، بترتفع الامواج الى 3 امتار او 3.5 امتار وفق لتنبؤ الهيئه العامه للارصاد الجويه. مش هتعلى اكثر من كده الامواج، بتؤدي طبعا لاضطراب في حركه الفلاحه البحريه، ولكن عاده بتشهد اسكندريه اكثر من ذلك في ارتفاعات الامواج. على سبيل المثال الاسبوع الماضي مع نهايه الاسبوع الموج ارتفع الى 4.5 متر، اللي هو تسبب في خروج الماء على شواطئ وكورنيش اسكندريه في بعض المناطق المنخفضه. هذا شيء طبيعي يا جماعه، بيحصل كل سنه في شتاء اسكندريه. طيب كويس جدا، لان كمان كلام حضرتك يطمن الاهالي تحديدا، لان حضرتك اكيد تابعت الاسبوع اللي فات تحديدا كلام يعني ان لا المدارس هتقفل، وسياده وزير التعليم طلع وقال ما فيش حاجه من الكلام ده خالص، فيعني اشاعات كتيره قوي، فاحنا حابين برضو نوضح من المصدر. مهم جدا ان الكلام يطلع من المصدر، فما فيش الكلام ده، وكمان الموضوع لا يرتقي لفكره هنا يعني عدم استقرار. حضرتك بتتكلم ان دي امور طبيعيه جدا في او فصل الشتاء يعني اللي خلاص قربنا عليه، صح كده؟ يا فندم، دي امور طبيعيه جدا بتحصل عاده في نهايات الخريف وفي فصل الشتاء في اسكندريه. وبحب اطمن كل الساده المواطنين، في تنسيق كامل بيننا وبين جميع الوزارات وبيننا وبين جميع غرف الازمات، وان شاء الله الامور هتعدي بمنتهى السلاسه. اليوم هيعدي عادي جدا ان شاء الله، زي ما قلت لحضرتك نشاط رياح واتربه شويه وارتفاعات الامواج الى 3 امتار، مش اكثر من كده، 3.5 امتار. مش هيحصل غمر بشكل ملحوظ على الشواطئ او على الكورنيش زي ما بنشوف في حالات عدم الاستقرار. سقوط الامطار هيكون بدا خفيف في الفجر وممكن يصل لمرحله المتوسط في فترات النهار. يعني ما فيش اي باذن الله امطار غزيره ممكن تسقط على اسكندريه النهارده. طب وانا ممكن اسال سؤال بره الموضوع شويه؟ معلش لازم، مفيش مره افوت. يعني هل ممكن بجد نشهد في شتاء من الشتاء اي سنه يعني نزول ثلج؟ يعني احنا شهدناه كده من كذا سنه وكان مره سريعه، بس هل ممكن مصر يبقى جوها مختلف خصوصا مع تغيير المناخ؟ يعني محدش بقى دلوقتي عارف في بلاد اتغير المناخ بتاعها تماما، يعني فهل ده ممكن؟ هو طبعا ممكن ووارد طبعا، ومش يعني في حالات عدم الاستقرار اللي بتحصل في فصل الشتاء مع انخفاضات شديده في طبقات الجو العليا بتسقط قطرات من الثلج او حبات من الثلج في بعض المناطق. شفناها السنه اللي فاتت في الشتاء برضه في مناطق من الوجه البحري، وشفناها في القاهره الكبرى في بعض المدن وبعض المناطق الجديده اللي بتنخفض فيها درجه الحراره بشكل كبير بالليل. فده شيء طبيعي ووارد،
انما يعني حتى الان مش هنشوف بقى الثلج اللي بنشوفه في بعض الدول الاوروبيه او في ممكن كاترين ممكن مثلا. كمان 40 سنه مثلا لما تغيير المناخ يعني. ماشي يا دكتور محمود، انا بشكرك جدا على المداخله دي، شكرا ليك. طيب خلينا نروح فاصل سريع جدا، بس قبل ما اطلع الفاصل بنأكد مرة تانية يا ريت محدش يسيب نفسه للمعلومات اللي على السوشيال ميديا، يعني محدش ياخد معلومة بالذات الأهالي من السوشيال ميديا، مفيش حاجة اسمها كده أبدا. أوقات بيكونوا حاطين مثلا اللوجو بتاع يعني موقع إخباري وأصلا فيك، يعني مزيف مش خبر حقيقي، فيا ريت المصدر تخش على الموقع الأساسي لو عايز تعرف أي معلومة، ده مهم جدا جدا جدا. فاصل سريع وهنرجع نكمل.